اهم كلام حاجه في في النقطة. شهر رمضان الكريم ان بيحصل ظاهره ممكن نكون متغافلين عنها الفتره السنه كلها، ونيجي في رمضان اللي هي التجمعات العائليه. صح كده. ودي في بعض المجتمعات النهارده بقت تكاد تكون كل فترات بعيده نظرا لضغوط الحياه والمشاكل العائليه والتجمعات والاماكن والكلام ده كله. رمضان فرصه جميله جدا، واحنا دايما حريصين ان احنا ناكد على الزيارات العائليه. الاطفال بتشوف بعضها، بتشوف ناس جديده، في خبرات جديده مكتسبه، في موضوعات جديده بتتفتح قدامها. يعني ان احنا يبقى كل طفل قاعد في بيت، مفيش تواصل مع الاخرين الا كل فين وفين، وبالاخص ان حياتنا الالكترونيه دلوقتي طغت علينا بشكل كبير، فده برضه اثر معانا بشكل سلبي. فنتمنى الفتره اللي جايه في شهر رمضان نبدا في العزومات والحاجات الجميله اللي بتحصل كل سنه، تمام، وده ياثر معانا بالايجاب وعلى صحه اولادنا النفسيه وعلى مستوى تطور اللغه عندهم.